يا متابعين شوفوا توم المتكلم. بسم الله يا الله توم المتكلم يا متابعيني. اليوم يا متابعينا اخطر مقطع في العالم راح فرجيكم اياه من خلال هذا التليفون هلا امامكم. يا ابطال يا اصدقائي اللي بخاف يخرجوا من هذا المقطع بسرعه، احد المتابعين ارسل لي هذا التطبيق لتوم المتكلم الشيطاني، هذا من الانترنت المظلم، وقال لي يا عدي نزله واحكي معاه امام متابعينا. وانا هلا يا متابعيني راح افرجيكم اياه، وهو شكله كثير مرعب وخطير. بسم الله يا الله، شوفوا يا متابعيني، شوفوا عيونه المرعبه، طلع مجرد ما حطيت ايدي بيتبع ايدي، شوفوا عينه طلع على عيونه، كثير مرعب ومخيف. وهلا امامكم يا متابعينا رح نجرب نعمل معه الامور الاكثر رعبا. خليني اساله سؤال بالبدايه، توم المتكلم انت من وين جيت؟ فصل؟ رح ارجع اساله، توم المتكلم انت من وين جيت؟ انا موجود في كل مكان ولكن اتيت من الانترنت المظلم. طيب يا توم المتكلم عندي سؤال تاني، باب البيت عندي كأنه سكر لحاله؟ لا هذا يمكن هوا. توم المتكلم انت سكرت باب غرفتي؟ نعم انا قمت باغلاقه. بسم الله سمعتوا؟ بسم الله يا شيطان، هذا شيطاني هذا، يا الله. طب رح اضربه انا لانه هو عم بسوي هيك في بيتي، رح اضربه. ها 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 ها، خذ يا توم خذ. بسم الله شفتوه اتحول لشيطان يا متابعيني. بسم الله الرحمن الرحيم، بعد عني لعمه، هذا الشرير كثير، هذا الشرير انا مستحيل اقدر اتحمله، هذا كثير خطير يا متابعينا. انا ما فهمت باب الغرفه عندي كيف تسكر، ولما سالته قال انه هو سكره. يا الله خلوني اخرج من اللعبه، خلوني اخرج من اللعبه، ابدا انا ما بدي اسمع صوت اللعبه نهائيا، كثير مخيفه. بسم الله عم بتصل فيني سكوبيدو تواليت، عم بتصل فيني يا الله يا الله، مكالمة من سكوبيدو تواليت يا الله، الموضوع كثير خطير. بسم الله، لا بدي اطلع بدي اطلع ابدا. بسم الله يا متابعيني، البيت عندي فيه شيء، انا حاسس هيك. بسم الله بسم الله، سووني اشوف. يا الله باب الغرفة عندي انفتح وتسكر، عم اسمع صوت عم يجي من التواليت، عم اسمع صوت من بيت عم يجي من التواليت يا متابعيني، لازم اروح اكتشف شو في هنيك. بسم الله خليني اروح، لازم اخذ الكاميرا معي يا متابعيني. في صوت سمعته، بسمع صوت من هنيك، سامعني؟ شو هذا هون؟ طيب اوكي بسم الله بسم الله، هون يا متابعيني انا هون الحمام عندي. يا متابعيني شوفوا توم المتكلم بالتواليت عندي، سكوبيدو تواليت، توم المتكلم، شلون اجتمعوا مع بعض انا ما فهمت. ثواني رح اجيبه، بس انا خايف منه كثير، انا خايف منه كثير يا متابعيني، هذا كثير شرير مبين عليه، خلوني اخذه معلش. هذا شلون وصل لبيتي؟ شو هاد؟ شو هاد؟ شو هدول؟ طب خليني انا اروح بسرعه من هون، هذا مكان شرير، خلوني اروح. شوفوا يا متابعيني توم المتكلم، توم المتكلم، واجتني معه هي المادة الخطيرة. يا الله شكلهم كتير مرعب وخطير، شوفوه اسمعوا، رح هلا اشغله امامكم يا متابعيني ورح نفتح هي المادة. كلكم حطوا لايك للفيديو يا ابطال يا مغامرين، واشتركوا في القناة من تحت، وتعالوا نفتحهم ونتكلم مع توم. بسم الله الموضوع كتير خطير صار. ثواني اتأكد انه الفيديو شغال، تمام اوكي اوكي كله شغال تمام.
خلوني انا اجرب اتكلم مع تومي المتكلم. الله تومي المتكلم، ثواني يا متابعين، تومي المتكلم رح اسالك سؤال، انت كيف وصلت للحمام لعندي؟ لقد ارسلني اليك سكوبي دو تويلت. يا الله ارسل سكوبي دو تويلت، يا الله. طب انت هلا وين موجود؟ انا موجود عندك في المنزل. بسم الله، في بيتي؟ مستحيل يا متابعيني، هي الماده شو؟ شو هي الماده اللزجه؟ شو هي الماده؟ مادة خطيرة هي، ياه شوفوا، يا الله عجب، اتذوق منها يا متابعيني، ادوقها، اجرب ادوقها، اكلها؟ لا لا ابدا، ريحتها سبيرتو يا متابعيني، خلينا نشوف توم المتكلم مرة ثانية. توم المتكلم، انت رح تأذيني شي؟ رح تقرب علي شي؟ رح تسوي لي شي؟ نعم سوف أبرحك ضربا، أنا عندك في الغرفة. الله عبول أنه موجود في غرفتي. بسم الله، أنا غرفتي ما في حدا، فاضي أنا غرفتي. شوفوا يا متابعيني هي أمامكم، شوفوا رح أدير الكاميرا على كل الغرفة عندي، شوفوا شوفوا غرفتي فاضية، ما في أي أحد نهائيا، غرفتي فاضية أنا. بسم الله، شلون طبعا بيحكي لي أنه بدي يهجم علي؟ بس أنا ما بخاف من شي نهائياً، أنا رايح أتفقد الحمام. بسم الله، اشتغل الضوء، في حدا موجود هنيك، اللي موجود هنيك اطلع، اللي موجود هنيك اطلع بسرعة، اطلع أنا شايفك، اطلع اطلع أنا أحكي لك يا شرير. بسم الله، يا الله دوم المتكلم يا متابعيني، دوم المتكلم يا الله. هذا هو توم المتكلم الشرير يا متابعيني، كيف بدي اتخلص منه؟ توم المتكلم الشرير، لا يا الله بدي اكسر الغرفه عندي، لازم نهرب بسرعه. يا متابعينا انا رايح، انا رح اهرب بسرعه، سلام.